عسلامة، عليكم شحويكم. بون، اللي ما يعرفنيش معكم وفي مرحبا. اليوم البنات باش نعملوا خلطة سحرية. نو نو، اختاروا من الريحت. باش نعملوا فيكس بلاس تاع ميك اب فور ايفر. بون، مش باش نعملوا كيفو كيفو، مي انا جادور هذايا. قبل يا حسرة، قبل كنت نستعمل تاع ماك وقت اللي كنت بإيشو 20,000، تا وليت إيشو 80,000. ياسر غالية هذيا، بإيشو 40,000. إيش ديزولي، ما نعرفش قديش بالضبط، ما شديت الأربعين وشديت 80 وشديت 20. ديزولي. يمكن 46 47. باهية، مزيانة، باهية باهية، تشد تخلي الفونديشن متاعك في بقعتو، تعطي الجلو محليل كلاس. على كل، اليوم باش نعملو خلطة سحرية متاع الوفاء. شرشيت عليها شوية ولقيت باش نستحقو البنات دبوزة فارغة بالفشفاشة اللي عندك، اللي كانت بتاع شعري غسلتها. باش نستحقو الماء ورد، انا هذيا مخذتها من معرف. وباش نستحقوا الجليسيرين، وباش نستحقوا دبوزة ماء، اي نوع من تاع ماء اللي تحبوا انت. انا نحب هذيا، نشرب فيها. اوكي، هذوما ايش باش نستحقوا. باش ناخذ الدبوزة بعد ما غسلتها بيان سور وكل شيء نظيفة، باش نعبي الشطر نتاعها. جبرة بما هنا ظاهره، باش نعبي بريسك الشطر نتاعها لهنا بالماء. ان شاء الله الدنيا ما تخربش. عبيتها بالماء، ماء كهوة ذي كامل هنا. توا باش نصب شويه ماء ورد، والماء ورد فريمون طياره للوجه، طياره 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 ما تحكيوش. باش نعبيها وباش نخلي شويه للجليسيرين. فوالا، عبيتها لهنا بالماء ورد. ريحتها بنينه، الماء ورد فريمون ينعش البشرة، يرطبها مزين، باهي الماء ورد. بون، الجليسيرين راهو هو مكون طبيعي، ويتخلط يتحل في الماء، سامحوني، وكي يتحط على الوجه يمتص الرطوبة. هذا حسب قريته أنا على الإنترنت، ويخلي البو لينا، خلي معناتها جلدة لينا وفخش، فهمتو؟ وهو راهو اكثر حاجه فيها في الفيكس بلاس، في البرايمر قبل المكياج. وبيه بيه بيه على الاخر، انا عملت لكم كما قلت لكم، حطيت الماء، شطر الماء، وحطيت شويه ماء ورد. تحب نفس الكونتيتي ماء ولا ماء ورد، اوكي. وباش نكت شويه شويه. بون، شو باش نكت شويه، انا باش نقول لكم البو الوجه هنا قايتهم في الواقع، ديزولي. الوجه العاديه والدهنيه 3 نكتات، والوجه الجافه 6 نكتات ولا قطرات. وجه جافه انا باش نعمل 6، ان شاء الله تنكت لي هي. اما انا باش ناخذ هذيك زوز، نقول 3 4 5 6، يعني خمشت هنا شوية، مي ما قلقش، مش بشي ضار. أما البو المزيتة راهي يلزم 3 نكتات، ونخفخفهم. باهي، توا باش نعمل انا نفشفش شطر الوجه
هذيا بالميك اب فور ايفر كهو، خمشتها ياسر قربت. وباش نعمل شطر الوجه بالخليط نتاعنا، كان باش البر انا خاطر الضو قريب. نخليوها شويه تشيح، بون البنات شيح وجهي كيما جست عملت هايلايت من لافلي. انا نحب نعمل الهايلايت بعد ما نعمل فيكس بلاس، نبدا وجهي شويه دوب بكا مشيح نعمل الهايلايت نتاعي يقعد بارفي. هذه البارتي هذه ولا هذه نعمل، نسيت انا بارتي عملت هذه بالخليط نتاعي، هذه بالميك اب فور ايفر، ما فماش فريمون حتى فرق، فما حتى شيء وظهر حتى شيء، اون ديغي السر في الجليسيرين. واللي ما تحبش ريحة الموارد ولا ما تحبوش راهو ما تقعدش الريحة جملة. فوالا شال عجبكم الفيديو البنات، وما تنسيوش سبسكرايب للشين متاعي ولا الى ابوني مع الشين متاعي او اشتركوا في القناة تاعي وما تنسيوش تعملي لايك وتابعوني طبوني ومشي طبوك بشهرة. اوكي البنات ان شاء الله عجبكم الفيديو هذايا، ما تنسيوش تعملوا لي سبسكرايب للشين تاعي ولا الابوني مع الشين تاعي. نشوفكم اتري بيانتو، اوفر.